مرحبا، ورجعت لكم فيديو جديد. بما انه انا مضروب مرض كورونا، هذا لي خامس لو رابع اعتقد يوم، الحمد لله والشكر. يعني اقول لكم من 1 to 10 فد 5 4، يعني it's good الحمد لله على كل حال. طبعا اليوم بدي اشوفكم شلون نستعمل الفحص كورونا اللي بالبيت اللي من قبل الحكومة انطتني اياه ببلاش. طبعا الحكومة تنطي ببلاش بس هالاشياء ما بيها اي فايدة بس مضرة. المهم ينطوك وياه شي كتاب، هاي ورقة، هاي لازم تقرأها كذا، فانت ما عليك منها، عقدتها هيج وذبها ما عليك منها. المهم تجي هنا طبعا يطوك بيها، تفتح الباكس تجي بيه 3 اشياء، بهاي مثل مال الحمل فحص الحمل، وبهاي قطنة مال خشم مال اذن نفس الشيء بيها سفنجة، وبهاي هذا تجي التشيس ب3 اشياء، بهاي وهاي وهاي. هاي شنو يعني معناتها؟ هاي العلبة مالتها تتركب هذه المادة، وين تحطها؟ هنا تفتح هذا، اقول لك افتحها زين وغسل يديك قبل كلاوات، تبي كورونا ما تغسل يديك يا اخوي يا بعد روح. المهم انا صوتي رايح طبعا اعذروني. شوف هسه هذا تحطه هنا، الدواء كله تحطه يخلص من تحط الدواء هذا كله، تسده هسه حاليا تسده، تحطه على صفحه. شوف الدواء وين صار هنا. اوكي تجيب شغله تجيب شنو عندك؟ القطنه وهاي، هاي طبعا تفتحها تحطها على صفحه. طبعا عندك هيك فحص كيميائي، شوف هذا فحص. اي المهم تجيب هاي، اكو قطنه هاي مثل مال اذن مال خشم ماكو، تفتحها طلع هالقطنه هاي، تتزمن طب خشمك شقد؟ 5 مرات فرها، 1 2 3، 1 2 3 4 5، اطبوها من هالخشم. لعبوها النفس بس شو يسوي؟ علمكم خلصت من عدها. طبعا انت مو حطيت هاي، مو حطيت انت مو تجيب هاي بعد ما خليتها بخشمك، تفتح هذا محلول، هذا اللي حطيته هنا صوته هنا، تحسب 15 مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، ما اعرف ليش 15 بس مو مشكلة احنا نسويها. وبعد ما حسبت 15 تجيبها ترجعها هنا، تذبها بالكيس مالتها، تذبها بالزبالة ربما تحتفظ بيها. المهم هاي تسدها، هاي مو سديناها صار عندنا هنا المفعول. تجيب هاي مال فحص مال حمل، ما اعرف شنو، والله ما اعرف شنو، كان فحص مال حمل الله شاهد يعني. المهم تجيب هذا المحلول تحط 3 قطرات، واحدة 2 3، وتنتظرها لمدة 15 دقيقة. وهاي منتظرين 15 دقيقة، وبلشنا بأول دقيقة وشوف اللايناتني لا تنطلع. طبعا هذا سي وتي، إذا طلع بس سي يعني بس خط سي يعني أنت ما بيك كورونا، وإذا طلع سي وتي خطين يعني أنت بيك كورونا حبيبي، والله يشافيك المريض. اخوان اذا طلعت الخطين يعني خلاص ايس، لا تنتظر 15 دقيقة كلاوات العيد، واذا طلعت بس سي يعني انت ما بيك كورونا. المهم مع السلامة، شكرا، مرحبا، ورجعت لكم فيديو جديد. بما انه انا مضروب مرض كورونا، هذا لي خامس لو رابع اعتقد يوم، الحمد لله والشكر. يعني اقول لكم من 1 to 10 فد 5 4، يعني it's good الحمد لله على كل حال. طبعا اليوم بدي اشوفكم
شلون نستعمل الفحص كورونا اللي بالبيت اللي من قبل الحكومة انطتني اياه ببلاش. طبعا الحكومة تنطي ببلاش بس هالاشياء ما بيها اي فايدة بس مضرة. المهم ينطوك وياه شي كتاب، هاي ورقة، هاي لازم تقرأها كلها، فانت ما عليك منها، عطتها هيج وذبها ما عليك منها. المهم تجي هنا طبعا يطوك بيها، تفتح الباكس تجي بيه ثلاث اشياء، بهاي مثل مال الحمل، فحص الحمل، وبهاي قطنة مال الخشم مال اذن نفس الشيء، بيها سفنجة، وبهاي هذا تجي التشيس بثلاث اشياء، بهاي وهاي وهاي. هاي شنو يعني معناتها؟ هاي العلبة مالتها تتركب، هذه المادة وين تحطها؟ هنا تفتح هذا، يقول لك افتحها زين وغسل يديك قبل لا كلاوات، تبي كورونا ما تغسل يديك يا اخوي يا بعد روح. المهم انا صوتي رايح طبعا اعذروني. شوف هسه هذا تحطه هنا، الدواء كله تحطه يخلص.